حمدي هيقوم بدور الدفاع، ومعاه زمايلي احمد محمد فتحي هيقوم بدور النيابه، وعلاء طارق هيقوم بدور القاضي، وايناس هتقوم بدور الشاهد، وحسين محمد حسين هيقوم بدور المتهم. هنعرض حاله انتوني جاودي بانه قضيه تم اتهامه فيها بانه احد المتطرفين معماريا ودينيا وسياسيا. متهم انتوني جاودي، القضيه رقم 78 سنه 1926، متهم بالتطرف السياسي والفكري والمعماري والديني. هل النيابه حاضره؟ نعم حاضر. هل الدفاع حاضر؟ حاضر. هل المتهم حاضر؟ نعم. اسمك سنك عنوانك؟ اسم انتوني جاودي. تفضل. هذا المتهم الذي أمامكم متهم بالتطرف، ليس التطرف في شيء واحد بل في عدة أشياء. أول شيء هو التطرف السياسي، حيث أنه يريد الانفصال بكتالونيا عن إسبانيا، والتطرف الديني حيث أنه يضيف لكل معماري الأعمال المعمارية أشكال جنية أو بنيوز جنية، ومتهم أيضا بأنه مشكوك في صحته العقلية، حيث أنه الآن هذا من 73 أعمى من عمره ولم يتزوج حتى الآن. هيئة الدفاع فقط. أنا أستاذ المستشارين، إن موكلي المسك أمامكم إنه لبريء براءة الزوج من دم ابن يعقوب، وقد تحكمت النيابة عليه مما تقدمت إليه باتهامات. فموكلي حبه لديني لا يعد تطرفا، وانه اذا صنع شيئا على احد مبانيه من رموز دينيه فانه يعبر عن حياته الدينيه والشخصيه. وقبل ان يتم شراء هذا المنزل فالذي سيكون به وسيسكن به يعرف ذلك ويراه قبل ان يشتريه. اما عن اتهامك والتحكم عليه بانه رجلا مشكوك في صحته العقليه، فإنه شيئا تم الاعتداء عليه، وأطلب بذلك بتسجيل ذلك لأنه هذا يعد تهكما عليه. أما عن صحته العقلية فإنه كان رجلا يعيش ببساطة، وكان يسعى على ملابسه أيضا، فذلك دليلا على تواضعه وليس خللا بقواه العقلية. أما أنه لم يتزوج حتى الآن فهذا الرغم من وجهة نظري كهيئة الدفاع بأنه شيئا لحياته الشخصية، ولا يحق لأحد سواء كان قاضيا أو هيئة الدفاع أو النيابة بالحديث عن ذلك. كل الحاجات ديت ماشية معايا. واحد، كل أعماله المعمارية، مش هنقول أعماله المعمارية، قلنا عزبة المعمارية. عامل 7 منازل معمارية، كل منزلة فيهم أوحش من الثانية. يعني مثلا سيد الفاضل، عذرا للمقاطعة، ولكن هذه ليست منازل معمارية بل اعتبرتها منظمة اليونسكو من أحد المزارات السياحية على مستوى العالم، واختارت منها 7 من أعماله. من على مستوى العالم أصبحت أحد المزارات المعمارية. هذه المباني جعلت من كتالونيا أسطرا في التاريخ ممنوح. فأنت ترى من وجهة نظرك الشخصي بأنها أشياء غير مرغوب بها، هذا يعود إليك. وجهة نظرك احتفظ بها لنفسك سيد الفاتح. أما أنا أراها بأنها جعلت من كتالونيا بارزة في العصر في العمارة الحديثة، وأراها الآخرون كذلك. والدليل عليه فانها اعتبرت اليونسكو من احد المزارات السياحيه، فقد اعتبرت ساجرادا فاميليا وبارك جويل وقصر جويل واربع منشات اخرى من احسن الاماكن السياحيه المعماريه على مستوى العالم. فاني ارى ما تتقدم اليه من تهكم فهذا شيء لا يقلل من قدر انتوني جاودي، بل إنه رجلا صنع التاريخ وصنع الحضارة إلى كتالونيا. والدليل على ذلك إنه يحضر معنا هنا في قاعة المحكمة أحد الشاهد إيزابيل جويل، فليتفضل سيد القاضي.
عنها ما تريد. اسمك تسمي؟ اسمك تسمي؟ اسمي إيزابيل جول. ماذا تريد أن تضيف؟ أنتوني جاودي بنى مهام كتير منها قصر جول وحديد جول وسادات كنيسة جول اللي انت شايفاه كويس في المباني اللي هي عملها اللي هو عملها. هو كان شكله من بره حلو بيعبر عن الطبيعه بالشبابيك بالالوان اللي عليه وكمان هو مش خط ستريت كان في تعرضات وحاجات داخله وحاجات خارجه مثلا ماشي في عندك فيها حاجات كتير يعني مش معماري ازاي مهندس معماري شاطر يبدا في شغل من غير ما يخلص لوحه التنفيذ بتاعته ازاي حاجه زي كده تبدا الشغل فيها من غير ما تخلص كل البلانات بتاعتها او تخلص تفاصيلها اللي انت هتعملها اصلا دي اول حاجه مفيش مهندس معماري شاطر يشتغل في حاجه من غير ما يخلصها تاني حاجه المدخل دي المفروض انها كنيسه المدخل ده والكنيسة طبعا بتدل على الهداية او على الجنة او مدخلها مش مدخل كنيسة اللي هو يحسسك انت داخل متفائل انت داخل حاسس انت داخل نار عذاب لانه يجب عليك عندما تذهب للعبادة ان تشعر بحالة من الخضوع والخجل امام خالقك سواء كانت ايا كان دور العباده. اما عن مدخل الكنيسه فاني لاراه بتذكير ليوم القيامه. لما بتعرف العماره مازالش بتقول عليه ده منزله او مش منزله مش من حقك ان تكون منزله. انا واحد بعرف العماره بوجهه نظري ان هي حاله وجدانيه عندي انا بطلع الفن اللي جوايا انا مش مشكله عندي انت تقول عليه ايه؟ انا اهم حاجه عندي انا عم ببنى لو بعمله ببنى لحد معين هو خلاص طبعا عاجبه ببنى انت مش داخل بيه بالنسبه للكنيسه انا عامل الكنيسه دي اولا كنت عايز في احيا فيها تراثنا جزء الاركتكتشر كلها كنت عايز احياها عندنا فعملت البيت تاور بالشكل ده لازم اولا دي كنيسه دي بتعبر رمز لبيت الرب لازم المبنى يكون تحس بيه في فخامه لازم المبنى لازم تحس بيه فعلا انت داخل مكان داخل من بره مكان عذاب انت داخل جوه مكان نعيم لازم الباب بيعبر لك عن كده المدخل لازم كده بس انت عملت العكس لا 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 لا, 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 لا ادخل جوه الكنيسه في الانتريال ديزاين بتاع الكنيسه من جوه انا مغير انا عامله من جوه ان هو بيدل على النعيم ما ينفعش انت داخل تعبد فيه يبقى الانتريال بتاعه بالشكل ده مبالغ فيه مشتت تفكيرك مشتت كل حاجه مشتت خشوعك ما ينفعش شكرا انتوني جاودي ساكمل انا الدفاع عنك فلتتفضل ذلك دليلا على نجاحك ثانيه لحظه من فضلك لا تقاطعني لا اقاطعك عندما كنت تتحدث when I talking you must be listen to me اما لقد اعطيني هذه الشهاده الاكاديميه اما الاحمق واما العبقري وكان هذه ايضا شهادة تحترم من وجهة نظره الشخصية ولكن أثبت بعد ذلك أنتوني جاودي بأنه رجل عبقري والدليل على ذلك والدليل على ذلك أنه قد رحب العالم ليس كاتالونيا فقط بل العالم بأجمع على أن أنتوني جاودي أصبح الآن رجلا يحترم بدايه بالنسبه للعظم اللي انت بتقولها عظم اصلا انت طالما مش فاهم اصلا المبنى ده ايه مش فاهم اصلا انا عملت كده ليه وما بتكلمش عنه اللي انت شايفه عظم ده اصلا العظم مثلا ايه جسمك انت جسم الانسان ايه فايده العظم بشيلك طيب الاستراكشر سيستم بتاع المبنى ليه لازم اعمل عمود وكاميرا يعني ليه لازم حاجات اعملها كده عاديه زي كل مره ليه ما نطورش ليه ما نفكرش اعمل عظم ليه ايه المشكله انا عبرت المبنى زي الانسان بالظبط العظم ده هو اللي شايل المبنى زي جسم الانسان انا حبيت اعبر عن الحاجه دي جواه في المبنى نفسه ماشي دي حاجه ثانيه انت بتتكلم فشل دراسي مش فشل دراسي انتوا اصلا اللي حكمتوا على الناس ان هي لازم تكون معماري مش هذا دي انتوا اللي حطيتوا قوانين غلط ونظام تدريس غلط عماره مش حاجه تدرس عماره ده مبنى
ما كانش اذان هانت موهبه دي من الاول اصلا ما ينفعش يبقى معماري. انتوا اللي بتحكموا على الناس، انتوا اللي بتحكموا على الناس، انتوا اللي بتحكموا على الناس، انتوا اللي بتحكموا على الناس. يا ابني جمعيه القضاء انتوا اللي فاشلون، انتوا فاشله، نظامكم فاشل. مبنى زي ده كذا ميلا ماشي. المبنى ده معمول استراكشر بتاعه ستيل. المبنى ده معمول استراكشر بتاعه ستيل تمام، والمبني بستونز ماشي. اما يتغطى بتايلز من بره ده معناه ان الواحد بيحترم الكوست بتاعت المبنى، بيحترم ان اللي يعيش في المبنى ده. يعني واحد المفروض ان انت بتقول ان هو متواضع، المفروض ان هو متواضع، المتواضع المفروض يحس بالناس، ما يعملش مبنى الكوست بتاعه يعلى للدرجه دي. بكفاله 50 بزيتا ضمان محل اقامته رفعت الجلسه. ما تعلموا انتم الفاشلون، انتم من دمرتم العماره. سيد القاضي لا يوجد متهم. يجب التزام هيئة القضاء، يجب التزام هيئة المحكمة. القاضي لا توجد هيئة القضاء الليلة ولا يوجد نيابة الليلة. هنا هيئة الدفاع اليوم هي التي ستتحدث. يجب احترام هيئة القضاء والمحكمة من فضلك، التزم بالسير الرسمي. لا يوجد سير رسمي لأنها لا توجد قضية، وقد انتهت حياة موكلي بالأمس. لقد اصطدم بترام بالامس استهتارا بحياته الشخصيه. انه ذهب الى احد مستشفيات كاتالونيا فلا يعرف احدا بان هذا هو انتوني جاودي الرجل المعماري الذي صنع تاريخ كاتالونيا. اصبح يعاني من جراحه لمده تزيد عن 48 ساعه حتى التقى الى حياه اخرى. تقول الالتزام بهيئة القوانين هنا في هيئة المحكمة وأنتم لا تلتزمون بالخارج. يجب أن تلتزم. الرجل المعماري الذي كان يتهكم عليه هيئة النيابة بأنه رجل فاشل، فإنه رجلا كرس حياته من أجل كاتالونيا ومن أجل إثبات اسم كاتالونيا وحفره بالنور في أسطر التاريخ. إن أنتوني جاودي رجلا كرس حياته من أجل بناء ساجرادا فاميليا التي ستظل إلى التاريخ، وسيظل أحفادنا لا يستطيعون الانتهاء من بنائها، وبالأرقام والحسابات ستنتهي ربما في 2026 ربما كما ذكرت أحد الهيئات. إنه رجلا لم يكن متطرف دينيا بل إنه رجلا أحب دينيا بل إنه رجلا أراد التغيير في العمارة. إنه لم يكن رجلا متطرف فكريا بل انه لم يجد السيده التي تستطيع ان تكمل معه حياته. شكرا اليكم. نظرا لعدم احترام هذا الوقت المحكمه والقضاه حكمت المحكمه على هذا الوقت بالاعدام شنقا. رفعت الجلسه. هذا هو قضائكم الشامخ.